مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وحلقه مميزه من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجلا مميز ومن زاويه رجال الاعمال الاكثر تميزا. رحبوا معي بالاستاذ رامز صاحب مطعم شامي غورمي. بدايه اسعد الله اوقاتك استاذ رامز. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بمطعم شامي غورمي. الله يزيدك شرف، تسلم لي. طبعا ما بتعرف قديش انا سعيد جدا اني انا موجود داخل المطعم الخاص بحضرتكم. ما شاء الله على هالديكور الحلو، على الالوان الرائعه والمريحه. طبعا بحب اتعرف عليك وبعرف المشاهدين اكثر بحضرتك وعن بدايه حياتك في موضوع البزنس هون بالامارات. كيف بلشت الفكره المطاعم معك؟ تفضل. اول شيء اهلا وسهلا فيكم. نحن تقريبا بهذا المجال تقريبا من 2010 بلشنا البزنس تبعنا. طبعا كنا بسوريا واشتغلنا بحدود شيء 4-5 سنين بسوريا. بعدين قررنا نتوسع ونطلع خارج القطر العربي السوري. بقى يعني اول بلد فكرنا فيها بصراحة هي بلد الإمارات. تعرف بلد الإمارات هي من البلاد اللي كتير يعني كرواد الأعمال كتير بيقصدوها، على اعتبارها أنه هي بلد الأمن والاستثمار فيها كتير ناجح. طبعا نحن بلشت الفكرة عنا بال 2014 وانتقلنا إلى الإمارات، إلى دبي بالتحديد، وبلشنا أنه ندور على مواقع عشان نبلش فيها العمل تبعنا. طبعا اخر شيء توصلنا لمنطقه المارينا اللي اخذنا فيها اول موقع لنا، اول لوكيشن لنا. منطقه يعني كثير فيها مميزات حلوه، على اعتبارها انه هي تقريبا كمنطقه فيها كثافه سكانيه كبيره وبتتضمن جنسيات مختلفه، في جنسيات مختلفه، بالاضافه الى اهميتها السياحيه كمنطقة فيها معالم سياحية كتير مهمة ومقصودة من طبعاً. بكل أنحاء العالم، يعني كل نحن يعني اللي بيجونا الزوار بيجونا من كل أنحاء العالم بيكونوا قاصدين منطقة المارينا، وعلى اعتبارنا موجودين هون أكيد بيعملوا لكم زيارة. أكيد طبعاً. جميل، ما شاء الله عنكم. طبعاً الآن خلينا نتحدث عن شامي غورمي، عن الخدمات والوجبات اللي أنتم بتقدموها للمجتمع الإماراتي وغير الإماراتي، كونه إحنا في منطقة سياحية. أكيد يعني إذا لاحظنا إحنا وإحنا موجودين الآن أكيد في أوروبيين كتير داخل هذا المطعم، يعني حتى لدرجة إنه ما في عرب. تمام. فخبرنا أكثر عن الوجبات، كيف أنت أقنعت ثقافة مختلفة بهاي الثقافة اللي إحنا بنعتز وبنفتخر فيها؟ أكيد. ثقافة بلاد الشام. طبعاً هلأ إحنا من بداية من وقت ما بلشنا بالمشروع إحنا كان هدفنا إنه نوصل كما بيقولوا المطبخ السوري للعالم. باختيارنا لهي المنطقة على اعتبار إنه فيها جنسيات مختلفة وفي عنا يتملوا زوار من أكثر من جنسية، كانت فرصة لأنها كتير يعني مناسبة نستغل الفرصة. نستغل هاي الفرصة إنه نحن نوصل لهم ونعرفهم بالمطبخ السوري. يعني المطبخ السوري يعد من أهم المطابخ العالمية، وممكن يكون شوي إعلاميا ما له منتشر أو ما له معروف، ممكن بعض الجنسيات ما تعرفه. نحن حاولنا إنه نقدم هذا المطبخ السوري للعالم، والحمد لله انه لقى قبول كثير يعني كثير قوي عند الجنسيات. يعني كل الجنسيات تجي، في عالم مثلا تجي ما بتعرف شو يعني تبوله، ما بتعرف شو يعني فتوش، ما بتعرف تجرب كذا، بتحب تجرب. والشيء الحلو انه هن عم بيحبوا هذا الاكل وبيرجعوا بيطلبوه مره ثانيه، يعني بيلاقوه انه اكل فعلا انه فيه تيست، انه فعلا اكل صحي، اكل خفيف على المعده، وفي له نسبه قبول كثير عاليه من اغلب الجنسيات. حلو. يعني نحن تقريبا 70-80% من نسبه الزبائن اللي عندنا هن من جنسيات مختلفه غير العرب او سياح. تمام. سياح، في عندنا نسبه كبيره سياح كمان موجودين عندنا. مثل ما قلت لك نحن حبينا انه نقدم الشيء الاصلي، يعني الطعمه الاصليه. يعني نحن حاولنا انه مثل ما كنا نقدم بسوريا بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وبنفس النكهه اللي نقدمها، انه نقدمها بمطعمنا هون بالامارات. أحسن. بحيث انه يكون التيست واحد، يعني نفس الشيء اللي بتذوقه انت مثلا بالشام تجي عم تذوقه هون بقلب الامارات بقلب دبي. 100%. طبعا من قناه اي بي سي العربيه بنتمنى لك التقدم والنجاح، ونسال الله ولي التوفيق لك ولهذا البزنس الرائع. استاذ رامز، الان شو رايك بالتميز وشو رايك بالسوق الضخم الشرس المنافس في هذا المجال اللي هو مجال المطاعم؟ تمام. اذا بنطلع على دوله الامارات، دوله ضخمه جدا في هذا المجال اللي هو المطاعم، كيف احنا تميزنا بالرغم من هاي المنافسه؟ تمام. هلا نحن بصراحه كان في عنا شويه تخوف من هذا الموضوع بالنسبه لموضوع المنافسه. انت بتعرف دوله الامارات فيها عدد هائل من موضوع المطاعم، في شركات كبيره
مختصة يعني بهذا المجال. بس بالمقابل انت عندك بلد فيه فرص كتير كبيرة، فيه يعني منفتحة لكل العالم، كل العالم فيه زيارات، يعني انت في عندك فرص كتير قوي انك انت تتميز اذا انت عم تعمل شيء مميز رغم كل المنافسة اللي هي موجودة، بس انه فينك تحصل على حصة سوقية كبيرة. يعني بلد منفتحة بشكل كتير كبير على كل العالم. طبعا بالاضافه لموضوع انه التسهيلات اللي بتقدر تحصل عليها خلال يعني من خلال انه اي بزنس انت بدك تبلشه، في تسهيلات كثير كبيره البلد بتقدم لك اياها، ومن يعني بيوفر عليك وقت وجهد ومصروف، وبصير تركيزك هو محصور بمجال البزنس انه انا كيف بدي اتميز بهذا المجال تبعي. احسنت، برافو عليك. ان شاء الله دائما تضلوا الافضل والمميزين بدولة الامارات وبرا دولة الامارات، لانه اذا انتم انتقلتوا نقلة نوعية من سوريا دولتنا الشقيقة لدولة الامارات الى دولة الامارات هون، معناها اكيد في خطط مستقبلية انكم تنتقلوا للعالمية استاذ رامز. ان شاء الله قريبا جدا حنشوفكم باكثر من مكان. الان انت بتحكي لي من 2014 جيت على البلد، اكيد شفت فيها كيف النظام الامني والتكنولوجيا الموجودة بدولة الامارات، السعادة الموجودة والبيئة الاستثمارية ما بنشوفها ولا بأي بلد على سطح هذا الكوكب. هذا الشيء اكيد اجى من شيوخنا الكرام، طبعا بنوجه لهم رسالة عبر القناة. ومنها رسالة شكر من عندنا. انا كمان عن طريقكم حب وجه رسالة شكر لاصحاب السمو، الله يطول باعماره، طبعا على الخدمات اللي عم يقدمونا اياها والتسهيلات اللي عم يقدمونا اياها اللي هي ما انا موجودة فعلا مثل ما حكيت في اي دولة من دول العالم. يعني انت بتروح على اي دولة هذا المستوى من الرقي بالتعامل، من تطبيق القانون بيكون هو فوق الجميع، من الامن اللي موفر، من الأريحية، ما في تفرقة تماما، يعني ما في تفرقة. القانون يعني اللي بحببك بالبلد انه ما في تفرقة، القانون انت بتحس انه الناس كلياتها سواسية، يعني صحيح. سواء كنت من اي جنسية انت موجود داخل الدولة لك حقوقك تاخذها بشكل كامل وبنفس المستوى، ابدا ما في اي اختلاف او معاملة، يعني معاملة كتير كتير جيدة كتير محترمة، يعني نفسيا الواحد بيرتاح ما بيهكى الهم اي شيء. بالاضافه لموضوع الامن طبعا انه انت عايش ببلد الحمد لله مستوى الامن فيه جدا عالي، ما في اي خوف من اي شيء، يعني الحمد لله طبعا كلياته بفضل الشيوخ. صحيح، طبعا احنا من قناه اي بي سي العربيه بنتوجه برساله شكر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات واصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد ايضا اولياء العهود. نتوجه لك أكيد. استاذ رامز برساله شكر ضخمه من هذا المنبر لك للاستقبال الرائع ولحسن الضيافه في مطعم شامي غورمي، وان شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. قبل نهايه البرنامج بحب اخذ منك توضيح بسيط لمشاهدينا الكرام وين احنا موجودين بإمارة دبي. تفضل. احنا موجودين في منطقه دبي مارينا المرسى. نعم. السياحي. البناء اسمه بناء التورش، بناء التورش تاور. طبعا احنا مقابل بناء البرنسس تاور. بناء البرنسس تاور هو ثاني اعلى بناء بالامارات فعلياً. بعد برج خليفه فعلياً. هو ثاني اعلى بناء سكني بالامارات موجود، وهذا الشيء كمان مميز لانه يعني تبعدوا عنه بتكونوا اطلالي على اعلى على ثاني اعلى بناء بالامارات. جميل. بالاضافه للموقع المميز اللي عندنا، واهلا وسهلا فيكم باي وقت تنورونا وتشرفونا. تسلم، كلك ذوق. طبعا مشاهدينا الكرام ارقام التواصل باسفل الشاشه مع الويب سايت واللوكيشن لمطعم شامي غورمي. بتشكرك مره اخرى لوقتك الثمين استاذ رامز. ان شاء الله دائما شرفتونا من النجاح. شكرا لك. مشاهدينا الكرام الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي العربيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.